كابتن عادل، الترجي ما كانش عنده حلول المباراة طوال المباراة بسبب اسلوب لعب النادي الاهلي ومستر كولر النهارده، ولا بسبب افتقادهم للشراسة والرغبة في الفوز؟ لا اكيد هو عايز يكسب طبعا، بس احنا خلينا يا كابتن نبقى منطقيين. واحنا قلنا، وانا يمكن اتكلمت في الامر ده قبل الاستوديو، قلت لك الترجي هيلعب يدافع، احنا بيدافع في ملعبه وبيدافع بره ملعبه. الترجي مع المدرب البرتغالي الجديد واقعي للغاية، لانه عنده لعيبة اقل في الحتة الهجومية، هو عندهم اطوال، عنده كور ثابتة، عنده دفاع كويس منظم، وبعدين بيلعب على حاجات معينة، بيستنى الكورة. يعني هل يعقل ان الترجي ما يضغطش عليك زي ما الكابتن أسامة والكابتن حشيش والكابتن شريف بيقول لك؟ هل يعقل ان هو ما يضغطش عليك فعلى ملعبه؟ يبقى هو مش عايز. لا هو عايز، لكن امكانياته كده. الحاجة التانية الخوف والتجربة الناجحة مع سان داونز، فمخلياه قال يعني بيعمل نفس التجربة مع النادي الأهلي، ان هو بس النادي الأهلي ما لعبش بنفس اسلوب سان داونز. ايوه يا كابتن، بس انا عايز اقول لك حاجة. لا هو شوف انت اهدافك ايه؟ كل مدرب وليه هدفه من المباراة. ما تخسرش ما يجيش فيه الجول. انا دلوقتي مدرب كولر، هدفي الاول ان انا لو جبت جون هناك كويس قوي، لو تعادلت كويس جدا برضو ما يخشش فيا جون. انت عارف ان النادي الاهلي ضرب رقم الترجي النهارده، ضرب رقم الترجي النهارده بانه ما خسرش بقاله قد ايه، دخل في ال21 مباراه افريقيا. ما يتكلم على انه الترجي في الوقت الحالي، هو مش اجل حسم، الترجي بيشتغل على على عارف على ايه يا كابتن؟ على الاخطاء فقط. الترجي بيشتغل على الحظ، يقول لك لما اجي مصر هنا ممكن اقفل. لا لا ما بيغيرش الاسلوب، واطلع على البنالتي. ما هو بالظبط كده يا كابتن، هو رايح للبنالتي، هو بيتكلم على انه يروح للبنالتي. انا كمان بعرف ادافع، مش هيدخل فيا جول. لا هو كان عايز يكرر سيناريو سان داونز مع النادي الاهلي بس ما نجحش، بمعنى ان هو يلعب بنفس الاسلوب دوت على اساس انه يخطف جول في اي وقت من اوقات المباراه ويطلع بيه كسبان. ماشي يا كابتن، ما هو انا قلت لك ان هو عنده ايه، كل مدرب بيبقى عنده اسباب التهديف، كل فرقه بيبقى عندها الطرق اللي ممكن يروح يجيب بيها هدف. احنا الترجي ملوش الا طريق واحد، وانا كلمتك فيه قبل الاستوديو، اللي هو القوه الثابته فقط لا غير، والدفاع المنظم. وعشان كده قلت لك الكوره الثانيه للنادي الاهلي، انت الشوط الثاني تملكت الشوط اكتر من الشوط الاولاني عشان الكوره الثانيه. احسب كم مره النادي الاهلي خد الكوره الثانيه في الشوط الثاني. او الباص السليم. اخدت فتره بتباصي باص بتتحرك. اهم مع الترجي يا كابتن شريف، مع فرقه زي كده، اولا الترجي مستنيك انت اللي تهاجمه. مظبوط. عمال يسحب فيه. غريبه جدا. وبيلعب على غلطاتك. بيلعب على اسلوب. وبيلعب على غلطاتك كمان. اسلوب لعب. هو شوف، هو الترجي نوعيه لعبته كلها النمط الجسماني واحد. هو مختارين اطوال، مختارين قوه. ما بيقدرش، ما عندهمش خفيه حركه. علشان كده انا بقول ايه؟ انت هنا في استاد القاهره المباراه ممكن تبقى عليك صعبه للغايه. لو ما لعبتش ناس خفاف وعندها سرعه، ما دي هنتكلم فيها. لكن اهم ما في الموضوع بالنسبه لفرقه الترجي النهارده، انك انت حجمت عندهم الكور الثابته، هي دي اللي كانت فيها صعوبه. رغم ان مرياح جات له واحده اللي اتزحلقت وحطها جنب العارضه، لكن هم عندهم الخطوره دي. كل فكره، بس مصطفى غربال النهارده كان ملجم النادي الاهلي شويه، حجمنا فعلا صح، وكان بيدي فاولات كتير لمصلحتهم، لان هم ما بيقدروش الا الكور الثابته، فمصطفى غربال عملها قدام كور ثابته كتير. اظني مش هيقدر الحكم يجي يعمل كده في القاهره. يعني احنا دائما ما يعني مش احنا مش عايزين حد يجاملنا، احنا بس يدينا حقنا. زي النهارده اكتر من كره خطر عليك مش فاول عليه، صحيح، اداها مصطفى غربار. الفكر خلاص اتغير. نادي الاهلي الفتره اللي قادمه، الاسبوع القادم، عنده معركه تقيله وكبيره مع الترجي. لو ما نفذش النادي الاهلي الفكر اللي هو يقدر ان هو يجاري فرقه الترجي، ما يهاجمش بشراسه هنا، يقدر يعدي الترجي كويس. لو هاجم بشراسه فيها خطوره على النادي الاهلي،
الهجوم لازم يبقى منتظم سنه بسنه، لان الترجي فرقه تعرف تخطف، خطفت صن بره ملعبها هناك بره ملعبها. احنا عايزين نخطف كورتين ونخلص الحكايه يا كابتن. احنا كلنا نتمنى، لكن انا بكلمك على فرقه الترجي، هي هكذا فرقه الترجي، فرقه ما فيهاش انياب هجوميه في اللعب، ولكن عندها انياب هجوميه في الكور الثابته، عندهاش اتزان ما بين الخطوط كلها، ولكن عندها خط دفاع قوي جدا وخط نص ملعب بيعرف يدافع كويس لفرقه الترجي. بدليل الترجي ما دخلش فيهم الا ثلاث اجوان وفي مباراه واحده. يعني الترجي ممكن يبقى لعب دخل في 12 ماتش ولا حاجه، لعب زينا 12 مباراه، زينا 12 مباراه ما دخلش فيهم الا ثلاث اجوان. زيك كان نادي اهلي، هو بيدافع برضه كويس جدا وبيدافع دفاع شرس وعنده لعيبه شرسين، فانت لازم تقابلهم هنا بفكره اخرى ان شاء الله.